هكذا بدأت الصحيات بالنزول إلى الأحياء عبر مواقع مؤقتة في أول يوم من انطلاق حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في محافظة الحديدة. وعلى هذا النحو تتم تأدية الرسالة الصحية على أكمل وجه لتلقيح الأطفال وتحصينهم من الأمراض للإسهام في تعزيز مناعة الطفل. ما يقرب من 92 فريقا تنتشر في مختلف مناطق المحافظة. أيضا تستهدف المحافظة الحملة تقريبا 42,000 طفل. الجميع يعلم خطورة هذا المرض وأنه يصنف ضمن الأمراض الخطيرة التي تنتقل بسهولة من طفل إلى طفل عبر التنفس وعبر الرذاذ. الوفيات خلال الفترة السابقة كانت عالية بسبب هذا المرض وبسبب الإجراءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي من إحداث البلبلة ونشر كثير من المفاهيم الخاطئة ومنع فرق التحصين ومعرقلة أو عرقلتهم. ولذلك جاء استشعار قيادة السلطات على مستوى الوزارة وعلى المستوى الأعلى على مستوى رئاسة الوزراء بالتشديد بأن تكون هناك تعاون والوقوف يدا واحدة ليشمل التحصين جميع الفئات المستهدفة في المحافظات المحررة. أكثر من 40,000 طفل وطفلة في المناطق المحررة بالحديدة سيتلقون جرعة التحصين من اللقاح للحد من تفشي مرض الحصبة، المرض الذي فتك بحياة عشرات الأطفال في مديريتي حيس والخوخة وبات يهدد حياة الآلاف. طبعا مرض الحصبة من الأمراض الخطيرة المعدية الخطيرة التي انتشرت حاليا في مديرية حيس والخوخة وفي الساحل. الحالات التي ظهرت في حيس كانت لحد الآن كثيرة جدا وتبلغ أكثر من 126 حالة حصبة مؤكدة. طبعا وهناك حالات وفيات كثيرة ظهرت في هذه الفترة، يعني وصل عدد الحالات الوفيات إلى 10 حالات تقريبا على مستوى حيس. العمل جيد، نحن الآن في أحد المواقع للتحصين في مدينة حيس وهناك إقبال ما شاء الله كبير لحد الآن، والناس استوعبت الأخطار التي تترتب على الحصبة وعلى مرض الحصبة بشكل كامل ومضاعفة التي يصاب بها الطفل خاصة. مرض الحصبة مرض خطير وقاتل يؤدي إلى الوفاة وله مضاعفات خطيرة، وخصوصا على الأطفال من سن 6 أشهر حتى 5 سنوات، أيضا على الأمهات الحوامل، يؤدي إلى تشوهات في الجنين ويؤدي أحيانا إلى الوفاة. نأمل من الجميع التجاوب وتكثيف الجهود لإنجاح هذه الحملة الوطنية لاستئصال ومكافحة مرض الحصبة. حملة وطنية تهدف لحماية الأطفال وتحصينهم من الأمراض الفتاكة والحد من انتشارها. حملة التحصين هي السبيل الوحيد لحماية الأطفال من خطر فيروس الحصبة الذي بات يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال. لقناة اليمن اليوم، حسام بكري، الحديدة.